يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. وحشتوني الاسبوع اللي فات، ما قدرتش اطلع لظروف خاصه، والحمد لله مكمل معاكم الاسبوع ده ومكملين في ميعادنا في الاسابيع اللي جايه ان شاء الله باذن الله. لا صوت يعلو بالثلاثه الا مع الاهلي والزمالك. مبروك نادي الزمالك بطوله السوبر على الترجي 3-1، اداء متميز من نادي الزمالك بالرغم من الاحصائيه بتقول ان الزمالك بيمر باوقات سيئه، لكن في وقت الجد قدر يكسب المباراة بأداء كويس مش وحش. درس المباراة على فترات، عرف يجي يخطف جون في الدقيقة الثانية، قدر يقفل الماتش، قدر يخطف اتعادل، قدر يرجع المباراة سريعا 2-1، وقدر يموت المباراة لحد آخر دقيقة و3-1. ومبروك طبعا. هنحلل ده كله مع ضيفنا النهاردة اللي هقول اسمه، صديقي وعشرة عمر وعشرة سنين، وهو معلق رياضي شامل، جميع الرياضات بسمع صوته فيها بيعلق عليها احيانا. يعني انا مثلا بحب كره يد، بحب كره سله، بحب كره قدم، بس في بعض الالعاب ما بعرفش قوانينها او ما بعرفش اللعبه دي اساسيات اللعبه هي ايه. فمعانا اللي معاه اساسيات كل اللعب، تنس بيعلق، يد بيعلق، طايره بيعلق. ما تيجي نشوفه، صديقي وحبيبي كابتن المعلق الرياضي الشامل والمحلل الرياضي اللي هيكون محلل معايا النهارده، كابتن محمد عفيفي. يا مساء الفل عليك محمد، مساء الخير، سعيد ان اكون موجود معاك مره تانية ومع جمهورك اينما كان. طبعا لا، انا ببقى سعيد بيك جدا جدا جدا. اشكرك. طيب عشان ما انساش برضو مباراه الاهلي النهارده، برضو الاهلي بيفوز بالثلاثه، وكالمعتاد برضو حاجات غريبه في مباراه النهارده، ان الزمالك بيجيب جون في بعد الدقيقه 90، الاهلي برضو بيجيب جون بعد الدقيقه 90 وبيفوز ثلاثه، ويعتلي قمه الدوري ب 45 نقطة محدش يقدر عليه. نبدأ بيا كابتن عفيفي. لا، زي ما انت قلت، لا صوت يعلو فوق صوت الكرة المصرية افريقيا، لانها الحدث الابرز تمثيلا لنادي الزمالك في الكرة الافريقية على الاراضي القطرية في الخليج، ولكن الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الافريقي، وده باسم مصر او بيمثل الكرة المصرية، وده الاهم بالنسبة لنا. الدوري انا قلتها وقلتها اكتر من مره في تعليق على مباريات، وقلتها حتى في برامج هنا وفي اكتر من مكان، انه الدوري حسم اكلينيكيا قبل ان ينتهي فعليا اللقب في الجزيره والمره الجديده. خلاص، عشان نبقى واقعيين، يعني الاهلي يجيد فن اللعب بالنفس الطويل في المباريات، وبيعرف كويس قوي يدير المباريات بالشكل المطلوب المرغوب فيه مع مدير فني ذكي، بينما الزمالك فاجئنا ابس اند داونز، يعني رايح جاي في المستوى الفني، محليا مش عالي قوي، افريقيا قدر ان هو يجيب بصعوبه، مش بصعوبه زي نادي الاهلي، ولكن بصعوبه برضو التاهل كان للدور ربع النهائي. هيواجه الترجي التونسي ايضا في مباراتي الذهاب والعوده في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا مره اخرى في الفتره القادمه خلال ختام شهر فبراير الجاري. لكن فوز مهم، فوز معنوي، ملوش علاقه خالص باللي هيحصل في مباراتي دوري ابطال افريقيا في الدور ربع النهائي خالص خالص. اللي هيحصل في القاهره وما بعدها في مباراه العوده في رادس حاجه، واللي حصل النهارده حاجه ثانيه، ولكن فقط كسب الثقه وانه يبقى رايح متفوق على فريق بحجم الترجي بطل دوري ابطال افريقيا لعامين متتاليين 3-1، نتيجه مش سهله في مباراه مش هقول كان المستوى الفني فيها عالي، ولكن الزمالك لعبها تكتيكيه ذكيه. انا اقول لك، لخصت مباراه الزمالك والترجي ايه؟ مكسب مدروس. ويعني الظروف او الظروف ساعدت. الظروف ساعدت، بس هو مكسب. انا شايف من وجهه نظري هم الفرقتين ما كانوش في مستواهم النهارده، حقيقي. كان الزمالك او الترجي، بس كان الترجي أسوأ بكتير من الزمالك. من وجهه نظري ممكن يكون الهدف اللي جه في الدقيقه الثانيه غير الخطتين اللعب بالنسبه للاثنين مدربين، لان انا ما شفتش الزمالك النهارده خطته واضحه. ممكن الترجي ده برؤيتي انا الفنيه، انا شفت الترجي عنده تكتيك، عنده جمل، عنده حاجات بيعملها. الزمالك كان بيلعب خط وسط مدافع ميت على الكوره، امسك الكوره زي ما انت عايز لكن مش هتجيب جون، بالرغم ان كانت في كوره واثنين وثلاثه كانت ممكن تبقى خطيره، بس الزمالك طارق حامد، بوجود طارق حامد بوجود فرجاني كانوا النهارده افضل، وبن شرقي افضل ثلاثه كانوا موجودين في الملعب النهارده، كان ليهم راي اخر. على الناحيه الثانيه برضو لعبت الترجي تقريبا الهدف لما جه بدري هزهم، ما خلاهمش في قمه تركيزهم. كنت بشوف في بعض الدقائق او بعض اللحظات مش عارفين يخلصوا الكوره او مش عارفين يقلوها من رجل للرجل بشكل بسيط، وده اللي استغله لعيبه الزمالك، وكانوا جيدين جدا ان عرفوا ياخدوا المباراه على فترات. حتى لما الترجي تعادل من ضربه جزاء ما تهزش الزمالك، عرف بن شرقي ياخد كوره من خطا دفاعي يمشي بيها من نص الملعب لحد ال 18 ويحط هدف
سهل جدا، هادي جدا، وقدر الزمالك يخلص المباراه. ده ملخصي سريعا عن مباراه الزمالك والترجي، ولا ليك راي تاني؟ لا تمام، انا شايف انه تحليل منطقي جدا استاذ محمد. لا اكيد اكيد الزمالك لعبها فكره ان الهدف ياتي في الثانيه المئة او بعد 100 ثانيه من الشوط الاول، غير مسار البلان بي بقى من المدير الفني باتريس كارتيرو الفرنسي اللي بيدير الامور الفنيه لنادي الزمالك. ما هو اصل الهدف المبكر ده دايما اقول عليه دبل ايجوبل او سلاح ذو حدين، انه ممكن يخليك تطمئن بزياده، فالفريق الثاني عنده فرصه للعوده فيقدر ان هو يرد. عنده ايه؟ عنده 88 دقيقه مثلا و90 وهيبقى مثلا لمده 88 دقيقه غير الوقت بدل الضعف في الشوطين ضاغط بالظبط، ودي مباراه واحده ومباراه واحدة. كاس مباراه واحده. معنا اتصال. مدحت مساء الفل كابتن مدحت. مدحت مساء الفل كابتن مدحت. استاذنك توطي التلفزيون شويه كابتن مدحت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الشاشة اقسم بالله كابتن محمد، وحشنا جدا جدا جدا. الله يخليك يا كابتن مدحت، تسلم، ربنا يخليك وتسلم الكلام ده. وحشنا جدا اقسم بالله. الله يخليك، الله يخليك، انتوا اكتر والله العظيم. ما شاء الله حضرتك عندك خبرات مميزه جدا وكابتن كده انا بحب اشوفها يوميا والله بجد. الله يخليك جدا والله يا حبيبي. الله يخليك. معانا كابتن. طبعا حضرتك عارفني طبعا. انا عارف حضرتك الحكم كابتن مدحت، الحكم اللي بتحكم في دوري الدرجه الثانيه. تمام يا فندم. صح كده؟ تمام. فينك من زمان كده وحشنا والله، بتوحشنا دايما. الله يخليك دايما يا حبيب قلبي. الله يخليك. والله الاسبوع اللي فات بس كان في حاله وفاه لصديق شخصي ليا، يعني ربنا يرحمه، صديقي زكي، فما كنتش قادر اطلع الحلقه. معانا المعلق الرياضي الشامل والمحلل الرياضي معايا في الحلقه النهارده كابتن محمد عفيفي. انا اسف اعتذر له ما خدتش باله والله، انا اسف. اهلا بيك طبعا. شرف شرف. الله يخليك. شفت المباراتين النهارده ولا ما شفتهمش يا كابتن مدحت؟ اللي هم ماتش الزمالك والترجي. الزمالك والترجي والاهلي والمصري. انا شفت الزمالك والترجي والاهلي والمصري فعلا، شفتهم. الف مبروك للزمالك طبعا والاهلي، والزمالك مشرفنا الحمد لله، والف مبروك يا حبيب قلبي، واتمنى ان انت تبقى زملكاوي. انا؟ انا اعلنتها كذا مره ان انا اهلاوي والله، بس بقى كنت بشجع الزمالك النهارده في مباراه السوبر. وعلى فكره كتير جدا من زملاء ليا بيستغربوا جدا لما الزمالك بيلعب في افريقيا او بيلعب في بطوله مش موجود فيها الاهلي انا بشجعه. مش اهلاوي او زملكاوي، الحمد لله الزمالك كسب وشرف اسم مصر اكيد شرف اكيد مصر كلها. وكويس ان انا سمعت صوتك لانك الله يخليك يا كابتن مدحت، تحياتي ليك، وان شاء الله استقبالك الجديد جميل جدا. الله يخليك. ودم رشاشه كده يا حبيبي، ودايما يا ريت تطلع دايما عشان بتوحشنا بالله عليك يعني. الله يخليك، تسلم تسلم. وحضرتك في مكان اعلى يعني، مكان اعلى من كده مع احترامي للقناه طبعا. لا ده يا رب يوفقك. القناه دي بيتي على فكره، وانا طبعاً من المؤسسين طبعاً فيها وعايش فيها. بس حضرتك تشال كل خير والله. الله يخليك، الله يخليك يا كابتن مدحت، تحياتي ليك واحلى تحيه عليك، وسعيد جدا بالكلام الجميل. اخد اتصال تاني. كابتن وزميلي الكابتن احمد سعيد مذيع برنامج الكره والجماهير. يا مساء الفل يا كابتن احمد. خير يا نجم مصر ومنور الدنيا يا استاذ محمد. حبيبي حبيبي يا كابتن احمد، ربنا يخليك، ربنا يخليك. ومسي على اخويا المحترم قروان التعليق في مصر الاستاذ محمد عفيفي، منورين الدنيا. اهلا بيك كابتن احمد، سعيد ان انا اسمع صوت حضرتك النهارده طبعا. ايه رايك في المباراتين النهارده يا كابتن احمد؟ والله طبعا احنا لازم نبارك للاخوه الزملكاويه طبعا، النهارده فوز جميل واعاده وانتصار للرياضه المصريه، ولكن عندنا تحفظات يا استاذ محمد عشان برضو الزملكاويه ما يزعلوش مننا. اتفضل. طبعا احنا لسه عندنا مباراتين مع نادي الترجي في المجموعات في دوري الابطال. صح. مش عاوزينه يبقى فوز خادع يعني. انت النهارده انا عجبني طبعا تحليل حضرتك وتحليل الاستاذ محمد عفيفي، ممكن يكون الفرقتين مش في حالتهم الطبيعيه، ولكن كارتيرون قدر يلعب بذكاء ويستغل نقط ضعف نادي الترجي. صح صح. ما هو انا تحليلي ان الزمالك لعب على الاخطاء، على اخطاء نادي الترجي. صح، دي وجهه نظري برضو. معانا يعني والحمد لله طبعا ان احنا بنحمد ربنا ان الحكم ما راحش للفار في الكره الهدف الثاني. ما انا هرجع للكابتن محمد على الهدف الثاني، هو بيقول لك الحكم ما راحش ليه في الفار، بس انت يا كابتن احنا عايزين نقول الف مبروك للزمالك، مش عايزين نعلق في حاجات زي كده. بس لا احنا بنقول الحمد لله. الهدف الثاني للترجي اتلغى ليه؟ هو حركة الحاجة لو كان فيها اي شك كان رجع الحكم بدون اي شك للفار، لانه في ناس موجودين في الكنترول روم بيقدروا ان هم يقولوا له لا خلي بالك فيها شك وتعالى
او ما فيهاش، فاحنا ما نتكلمش بقى في هو ده اللي انا عايز اقوله للكابتن، خصوصا ان ضربه الجزاء للترجي بعد ما اللعب كمل هو رجع تاني للفار وحسبها ضربه جزاء، وده كلام سليم، بالتالي ما فيش اي مشكله طبعا. وخلي بالك ضربه الجزاء للترجي ما كانتش واضحه، لكن الفار اللي وضحها بالظبط. معاك يا كابتن احمد. طبعا بنبارك لنادي الزمالك وجمهور الزمالك العظيم اللي كان في قطر، تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، وكان لهم مفعول السحر. تمام. وقلت مبروك لنادي الزمالك، وطبعا ببارك لجمهور نادي الاهلي وحصوله على العلامه الكامله ويصل للنقطه 45 متربع على صداره الدوري الممتاز، ولكن الاداء لا يطمن. الاداء لا يطمن، هنتكلم فيها انا كابتن محمد. انتم منورين الدنيا يا استاذ محمد، وان شاء الله كابتن احمد وحاجه يعني انا ببقى مبسوطه لما اشوفك على الشاشه. ربنا يخليك يا كابتن احمد، وربنا يديم المحمه ما بيننا دايما. ضيفنا الجميل في قناه الصحه والجمال. اكيد اكيد، انا بتشرف بيه جدا ودايما بستفيد منه. ومساء الفل عليك يا كابتن احمد. كابتن احمد سعيد مقدم برنامج الكره والجماهير، بكره في نفس الميعاد يوم السبت الساعه 12 مساء. نرجع لموضوع نرجع لموضوع كابتن احمد سعيد بيقول ايه؟ بيقول ان الفوز خادع، هل فعلا هو فوز خادع؟ هو مش خادع. انا يمكن على زي احنا بنتكلم هنا على الزمالك بالظبط. انا في بدايه الكلام يمكن تفتكر قلت لك ايه، الاهلي الزمالك هيواجه الترجي في مباراتي الذهاب والعوده في القاهره، وبعد كده في رادس، والعوده في رادس، ودي شويه برضو تقلق يعني، لازم يبقى فيه فوز في القاهره. مطمئن ان شاء الله يكون كمان يوافق ان تكون المباراه في استاد القاهره بعدد كامل من الجمهور، مش في استاد السلام او لانه استاد القاهره هيفرق كتير قوي مع الزمالك ومع الاهلي حتى امام سان داونز في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن زي ما قلت النهارده، الفوز النهارده لنادي الزمالك ملوش علاقه باللي هيحصل في دوري ابطال افريقيا. النهارده هو ثقه بس، هو دراسه بشكل اوفى لفريق نادي الترجي التونسي. لكن مباريات عارف الصعوبه فين؟ مختلفه. مهما كانت الفرقه اللي قدامي، بعيدا عن الترجي او الزمالك او بعيدا عن اي فريق، انا بتكلم في العام، مهما كان الفريق اللي قدامي ضعيف او مش قوي، استحاله هواجهه ثلاث مباريات متتاليين واكسبه الثلاث مباريات. لازم هتيجي مباراه كده في النص هتعقرب معاه شويه. كلامي منطقي ولا دي وجهه نظري؟ شوف، بالاسلوب العلمي 1+1=2، عايز اكسبه ثلاثه هقدر اكسبه ثلاثه لو انا عايز اكسب الثلاثه، لكن اذاكر كل مباراه وظروفها من اجواء مناخيه، من اجواء جماهير، ملعب فين وازاي وامتى، توقيت المباراه يفرق في كيفيه التعامل مع اللاعبين ذهنيا ومن ثم بدنيا وبتبعيه الاداء الفني يكون عامل ازاي. والترجي من الفرق اللي بتلعب على ملعبها في وسط جمهورها بشراسه غير طبعًا طبيعيه طبعًا. يعني النهارده ان كان الملعب خارج تونس او مش على ملعب الترجي، في ارض محايده، الجماهير اللي فيها معظمها جماهير مصريه، ان كانت من الاهلي والزمالك بتشجع الزمالك او من كل جماهير مصر، فرقت جدا مع الزمالك وكانت تعامل سلبي غير طبيعي مع فريق الترجي 100%. طيب بيقول برضو كابتن احمد سعيد، بيقول الاداء مخيب للامال بالرغم المكسب بالنسبه للنادي الاهلي، وجهه نظرك؟ بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي ذكرت ليك يمكن قبل الهواء بيلعب لعب تجاري. قلت لك يعني ايه لعب تجاري؟ بمعنى ان هو مش عايز يرهق كل اللاعبين، هو عايز يجرب كل اللاعبين، وكل اللاعبين يكونوا في حاله المباريات او فت، زي ما بينزل كهربا يسجل، زي ما بيكون قفشه مش موجود او رمضان صبحي مش موجود، الفريق لا يتاثر بالحاله الفنيه والبدنيه، وبتابعه الاداء بشكل عام بيكون رائع وبيسجل للاهداف. النهارده طالما سجل في البدايه وقدر انه يخطف الهدف الثاني والثالث حتى في اللحظات الاخيره وفي العشر دقائق الاخيره يفوز، وده المهم دلوقتي، ان هو بيجمع نقاط، ان هو بيحاول ان هو يحقق افضل انطلاقه في الدوري بعد ما نول جوزيه، او بيحاول يقرب لهذه المكانه. انت لما تحقق 40 هدف في 15 مباراه وتحقق 45 نقطه من 15 مباراه، العلامه الكامله بالفوز في كل المباريات 43 هدف بالظبط، يعني عديت حاجز ال 40 بشكل او باخر، فانت فريق عنيد وكبير وتقيل. وفي ملاحظه على انا ممكن اتكلم عن بعض اللعيبه في النادي الاهلي، احنا لسه مكملين برضه في رد الزمالك، بس طالما يذكر النادي الاهلي، النادي الاهلي ما عندوش هداف. انت لو جيت ركزت مين اللي بيجيب الاهداف هتلاقي 7-8 لعيبه بالزبط، وجايبين اللي جاب 5 واللي جاب 6 واللي جاب 4 وخمس ست لعيبه. فدي مشكله بالنسبه لاي فرقه بيقابلها النادي الاهلي، هي مش عارفه مين اللي لعب عليه. النادي الاهلي بيلعب بحته جميله جدا برضه تكتيكيه، هو بياخد اللعبه على الجنب وفجاه تلاقيه نقله الجنب الثاني، بتلاقي مساحه فاضيه راح من اي زاويه ايا كانت، مش جنب الشمال بس بيلعب عليه او جنب اليمين بس بيلعب عليه. في لعيبه بيقدر يستخدمهم في هذه النقطه مثل جونيور اجاي ده لسه جاي على لعيبه ثانيه تعرف تخدم على الكل. في اثنين لعيبه انا اظن اقوى اثنين خط وسط في مصر،
عمرو السوليه واليو ديانج. طبعا عمرو السوليه بيبذل مجهود غير طبيعي، هو ممكن يكونش باين في الملعب، بس عمرو السوليه بيفكرنا بمحمد شوقي الفتره الاخيره، بياخد الكوره ويروح حسام عاشور لما كان موجود بشكل دائم. بس يعني حسام عاشور ما كانش عنده الجراءه الهجوميه انه يروح ويشوط، ما كانش عنده الجراءه الهجوميه ان يبقى على دايره ال 18. كان حسام عاشور بيتمركز او بيلتزم بدايره السنتر او بيتقدم قدام شويه، جنبه وبيقدر يقوم بالادوار دي امتى؟ لان اليو ديانج هو عارف ان في حد بيامنه كديفندر وراه. ما هو دلوقتي انت عندك الاثنين عمرو السوليه واليو ديانج، الاثنين بيقوموا بنفس الادوار، بس واحد فيهم بيكمل واحد بيقف بالظبط. لكن مع حسام عاشور كان حسام عاشور دائما هو اللي ثابت واللي جنبيه هو اللي بيكمل حقيقي. لكن انت عندك هنا الاثنين، مين هيكمل مش فارقه. يعني انا شفت لقطه النهارده برضو على اللعيبه في مباراه الاهلي، في كانت هجمه مرتده النادي المصري اللي راح شال الكوره من على الستة ياردة من قدام المهاجم جونيور اجايي. لازم يكون ليك ادوار دفاعيه طبعا طبعا. ده خلي بالك، ده هو لوحده ورا يعني يعني الفرقه اللي بتهاجم ما فيهاش مهاجم من ضمن المهاجمين اللي بيهاجموا في النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي بيلعب بالفكر العالي اللي هو الشادو سترايكر، مش بس السترايكر صريح او مروان محسن هو بس اللي بيسجل الاهداف. على فكره انا مروان محسن مش شايفه مهاجم، مش شايفه مش كسيء، انا شايفه الاهلي بيستخدمه كمحطه حقيقي. مش كمهاجم. ما هو المهاجم دلوقتي مش بس انه سترايكر داخل المنطقه، وهختلف مع ناس كتير من وجهه نظر، انا شايفه من افضل اللعيبه اللي قايمه بدور لاعب المحطه في مصر. في الالتحامات بيستلم الكوره وبيقدر يستنى عليها ويديها لواحد تاني، واكتر لاعب بشوفه في الالتحامات بيتفوق في استلام الكوره. يعني ما شفتش مره مروان محسن، انا بتكلم في التحامات المحطه مش الالتحامات التهديف، يعني مش بيقوم بمركز دور ان هو هداف يجيب اجوان، لا هو في دور المحطه الكره اتلعبت له او اتعلقت له، طلع استلمها نزل سلمها لواحد، و90% من الباص بتاعه بيكون للاعب. طيب. انا بشوفه كده، اختلف معاك شويه لانه هو بيعمل كده بس مش البرفكت، مش للنادي الاهلي بس، عشان نبقى واقعيين. انا مش ضد مروان خالص، مروان من افضل اللعيبه اللي كانوا موجودين ولعب دولي طبعا وعنده خبرات كويسه، ولكن في لاعبين اخرين يجيدوا فن التعامل بشكل اكثر فعاليه على المرمى، وحتى لما بيعمل التمرير ما بعد الحصول على الكره والوقوف على الكره وتجميع اللاعبين المدافعين حواليه علشان يفرغ مساحات للاجنحه علشان تبدا انها تتحرك بالكروس او بشكل قطري فيما بين السرد باكات، احيانا بيتسرع او بيعمل باص خطا، ودي نسبه مش قليله وفقا لما يقدم في المباريات بشكل عام سواء محليا او افريقيا. فلا، مروان محتاج شغل، وده شغل ريني فايلر. ريني فايلر من المدربين القلائل اللي موجودين في الكره المصريه اللي بيعرفوا يطوروا اداء اللاعبين، ده زي ما شبهناه بيورجن كلوب مع ليفربول في اكثر من مره لما طور اداء محمد صلاح حتى بالرجل اليمنى او بالاداء البدني حتى في التعامل في الثنائيات في السرعات، سريع بس ما يعرفش يتعامل بدنيا بالشكل اللي يخليه ياخد الكره من غير ما يرتكب الخطا مثلا، او بالراسيه الاهداف بالراسيات مثلا، فهو بدا يبقى ميكس زي الكسندر ارنولد الظهير الايمن اللي اصبح من افضل الاظهره في اوروبا بسبب تطوير المدير الفني ليه بايمانه بيه. قد يكون مروان بايمان ريني فايلر، الراجل خرج وليد ازارو للاعاره وكل اللاعبين اللي كانوا موجودين تقريبا بيناوشوا مروان ان هم يبقوا موجودين في تشكيل الاسامي ما بقوش موجودين، واداله الفرصه. لازم يخدم نفسه ولازم يسمع كلام المدرب علشان يتطور، لانه لو لم يتطور صحيح هتجدد له عامين بقيمه ماليه انا شايف مبالغ فيها نسبيا، ولكن يعني خلاص قضي الامر. لكن مهاجم كويس يحتاج للتطوير علشان يبقى، لانه هقول لك على حاجه، مروان حتى لو ظهر كويس اللي حواليه بيساعدوه، جونيور اجايي بيساعده، رمضان موجود بيساعده، حسين بيساعده. نقطه جميله جدا في الاهلي. انا معايا اتصال بس ثواني هاخده. انت قلت كلمه بس عشان ارجع لها، بيستقل الكرة بدون أخطاء، بيقدر ياخد الكرة بدون أخطاء. هنحط تحتها خط عشان عندي لاعب هنا عايز أتكلم عليه، إن هو بيقطع الكرة أو بياخد الكرة وبيسلمها بشكل هجوم ممتاز جدا بدون أخطاء. الإتقان هاجي لها مخصوص دي. النقطة الثانية، أنت لمست حتة جميلة جدا، لعيبة الأهلي بتحاول تساعده. هي دي حتة أو الأهلي معروف بيها من زمان، مهما كان اللاعب بيمر بظروف سيئة في النادي الأهلي أو مهما كان الدي اوف عنده كتير جدا، مباريات كتيره جدا مش ماشيه معاه، بيحاولوا قدر الامكان يقفوا معاه ويساعدوه. المصلحه العامه. المصلحه العامه. الدايره المتكامله. شفت لقطه لو هنرجع بالذاكره سنتين او ثلاث سنين لورا،
كان حسام غالي وعماد متعب علقت على المباراه دي. كان 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 عماد متعب في الفتره دي ربع نهائي كاس مصر انا وادي دجله مصر. وكان الهدف الثالث وكان الهدف الثالث كان في حسام. هي هم عايزين عماد متعب يجيب جون حقيقي. عايزين عماد متعب يجيب كان إثار من حسام غالي الحقيقه ودى عماد حسام غالي هيجيب الهدف ده. خلي بالك هو الاول كان تقريبا احمد فتحي هو اللي هيجيب الهدف تقريبا او مؤمن زكريا كان هو اللي هيجيب الهدف مرضيش سلمها لحسام غالي. حسام غالي المرمى فاضي خالص استلم الكرة وقف عليها واداها لعماد متعب زي ما بقول له كان الهدف الرابع كان الهدف الرابع 4-1 كان الهدف الرابع. اخد محمد. محمد مساء الفل. مساء الفل ابو الكباتن ومنور الشاشه طبعا. الله يخليك يا محمد. الله يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يخليك. بالنسبه بقى للقطبين النهارده يعني اللي فرحوا جماهيرهم ان شاء الله الاهلي والزمالك. اولا يعني الزمالك النهارده بنبارك له هو وجماهيره على الفوز. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي الاول يا محمد بس عشان اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا يعني اهلاوي. اهلاوي اهلاوي بيبقى اهو اهلاوي وبيبارك لجماهير الزمالك. برافو عليك يا حمام. الزمالك النهارده طبعا فرح جماهيره وانا شايف ان كارتيرون النهارده استغل ان الترجي مش في حالته صح ودي ميزه طبعا. وفي طبعا بعض اللعيبه زي بن شرقي النهارده باين ان هو لاعب كبير بيظهر في المناسبات الكبيره طبعا. والنهارده طارق حامد في لعيبه كتير تالقت النهارده وبصراحه انا شايف ان الزمالك يستحق الفوز بعيدا ان في هدف ما رجعش الفار او مش فار بس الزمالك النهارده يستحق الفوز على الترجي والفوز بالسوبر. وبالنسبه للنادي الاهلي طبعا في الدوري حضرتك شايف الارقام اكتساح رهيب 43 هدف وفوز متتالي 15 مباراة عفوا على التوالي. طبعا فيلر هو في الدوري ارقام قياسيه بس طبعا في يعني ادوار مجهوله زي مدرب الاحمال النهارده بقالك كم ماتش بتجيب اهداف وبتفرق بالدقيقه 90 ده ما حدش باصص لمدرب الاحمال. هو مدرب الاحمال لعيبه لغايه الدقيقه 90 وطبعا فايلر ماشي في الدوري مش عايز اقول لك يعني هو بعيدا عن او احتراما للفرق الدوري النادي الاهلي رقم واحد في الدوري في مصر. الارقام بتقول كده طبعا طبعا انما بقى في افريقيا ان جيت يعني الصراحه انا شايف ان فايلر قله خبرته في افريقيا باينه في المباريات. ما هو انا معاك ماسك كوره بس ما مش بيبقى قد الخصم او ان هو يفوز يعرف يفوز ويفرق مش شخصيه الاهلي في 2006 و2007 انما ان الاهلي عايز ياخد بطولات افريقيه انا شايف ان فايلر يستمر سنه واثنين وثلاثه وان شاء الله يعني هتبقى فكرته نفس فكره يورجن كلوب مع ليفربول اول سنه يعني انت متوقع ان هو فايلر هيخفق افريقيا مع الاهلي السنه دي يعني النهار السنه دي مش فايلر انا مش شايف ان النادي الاهلي افريقيا مؤهل ياخد البطوله. السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها باذن الله الثلاثه يكونوا كاس دوري الابطال في الجزيره بشرط استمرار فايلر. استمرار فايلر طبعا يعني وصلت. ان الزمالك يبقى فايز افريقيا و طيب الزمالك كبطوله افريقيا توقعاتك ليه ايه؟ لا برضو انا الزمالك لا برضو انا شايف ان الصراحه يعني البطوله السنه دي ما بين صن داونز او مازيمبي الاثنين فايقين وشايف ان هم السنه دي في افريقيا يعني حد منهم هيفوز بالبطوله. انت محمد طلعت الاهلي من المباراه الجايه. هو يعني ربنا يستر انا اتمنى بس انا يعني افريقيا مع فايلر السنه دي مش متفائل يعني انا لا نتمنى ان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله. وطبعا شاء الله يعني حضرتك شايف ان الاهلي فايق والزمالك فايق وفي حضرتك لو شفت الثاني في الدوري المقاولين والاتحاد فكل دوت بيصب في مصلحه منتخب مصر يعني تمام. كل ده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله منتخب مصر قدام يعني الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في تقدم بس يعني مع استفسار ما حدش يزعل طبعا مع تغيير الكابتن حسام البدري يعني مش ليها وقتها. خلينا النهارده وجهه نظر وصلت يا حمام مساء الفل عليك وصلت وجهه نظر لسه مش هنتكلم عن منتخب مصر دلوقتي سيبهم مركزين للمباريات القادمه وبعد كده نشوف هل هيكمل ولا مش هيكمل حسب النتائج وحسب الاداء. مكالمه طويله شويه نرجع للموضوع. كنت بقول لك بيستلم الكره بدون اخطاء. اليو ديانج عمل معادله غريبه جدا دايما في القطاعات بتاعته ما بيرتكبش خطأ
ومن لمسه واحده، يعني هو ممكن يقطع القطعه وفي نفس اللمسه اللي هو قطع فيها القطعه يخليك تروح بهجمه، بيمرر بشكل سريع، جد بياخد قرار، بياخد قرار. انا شفتها اللاعب ده يعني ربنا يحميه، من اهم اللعيبه في النادي الاهلي حاليا، ما شفتش لاعب بياخد قرار بالشكل ده خصوصا في وقت دفاعي مش هجومي، ويقدر يسلم الكوره لرجل لاعب تاني من الفرقه عنده ويكون في وضعيه هجوم صح. دي انا شايفها في اليو ديانج بطريقه غير طبيعيه، وايا كان الوضعيه، بالرغم ان النهارده كان عليه بعض الملاحظات في المباراه او بعض الاخطاء في التسلم في الوضع ده، بس انا بتكلم بشكل عام على المباريات في الفتره اللي فاتت. ما شفتش لاعب جه مصر بيلعب بالطريقه دي في لحظه بياخد قرار يقطع بيه الكوره من غير ما يرتكب خطا، ويسلمها في نفس اللحظه للاعب تاني بيكون في شكل هجومي يروح يجيب جول. هي دي المواصفات الاوروبيه اللي بنشوفها للاعبين الافارقه اللي بيكونوا موجودين في الدوري الفرنسي بشكل كبير، او في الدوري الانجليزي، او في الدوري الاسباني، او فكره انه يبقى عندك بنيه جسمانيه، بس في نفس الوقت عندك يعني مش جسم بس، في عقليه كمان موجوده، يعني بتقدر ان انت تتعامل بدنيا وفي نفس الوقت فنيا بالشكل العالي، تمريرات متقنه، لاعب نص الملعب في الكره الحديثه ما بقاش بس ان هو يقطع الكوره وانا جامد وخلاص، لا يلعب بجسمه بالشكل، يعني كتف في كتف سليم قبل ما علشان ما يرتكبش خطا يحتسب ضده الفاولات، يعطل هجمه الغريم ويقدر كمان يبني الهجمه بالشكل المتقن، وكمان تكون رجليه حلوه في اخراج الكرات. ده موجود في اليو ديانج، حتى اليو باجي لما جه من اوروبا ما جاش حتى من اعماق القاره الافريقيه، خيار بعين خبيره للمستقبل للمستقبل. انا بس مختلف مع محمد في المداخله الاخيره انه الاهلي لا قادر على تحقيق لقب بطوله دوري ابطال افريقيا، حاله حال الزمالك، الزمالك بيعرف يفوز والاهلي بيعرف يفوز على ارضه. ريني فايلر صعوبه الامور كلها حصلت في انه الهلال في المجموعه بتاعتنا بس هو اللي عارف يجمع نقاط فقدر ان هو يكهرب المجموعه، لكن فنيا بتحليل دقيق الاهلي كان من افضل الفرق اللي موجوده. الاهلي بفوز بثلاث انتصارات تحديدا. اختلف معاك في نقطه، هو الاهلي مش الهلال اللي كهرب المجموعه، تعادله طبعا مع بلاتينيوم، خساره الاهلي، لا مش تعادل الاهلي مع بلاتينيوم، انا من وجهه نظري خساره الاهلي من او في اول مباراه من النجم دي كان ظروفها لانه كان في حاجات تحكيميه و ايا كان طبعًا. بس هي خساره المباراه دي اللي كهربت المجموعه. يعني هو الاهلي لو كان بالرغم ان الاهلي كان مطرود منه لاعب بعد الدقيقه 13 تقريبا، بيأدى باداء غير طبيعي، اتخطف منه هدف، حاول مره واثنين وثلاثه، كان مأدي، حتى انا جيت في كان عندي حلقه بعد المباراه قلت لهم الاهلي هيصعد وهيصعد اول مجموعه بالاداء اللي انا شفته، وصعد ثاني مجموعه بالاداء اللي انا شفته، بالرغم ان مطرود منه ايمن اشرف في الدقيقه 13 لكن قدر يكمل. اللي كهرب المجموعه ان انا خسرت اول مباراه، مش اتعادلت، او التعادل اللي في النص اثر بشكل او باخر، لان اللي في الاول ده تم تداركه لان انت فزت في مباراتين على ارضك، لكن تعادلك بره مع فريق المفروض ان انت تتفوق عليه، حتى الهلال تفوق عليه صحيح وان كان بهدف يعني باي لاك كده من اخطاء دفاعيه للفريق. توقع بتوقع، انا توقعي ان شاء الله الاهلي يعدي من سان داونز وفي النهائي، بس حسب بقى طرف النهائي. انا اقلق على الزمالك من الترجي اكتر بكتير من سان داونز، انا كنت موجود هنا قبل القرعه بيوم وذكرت انه اتمنى ان الاهلي يقع مع سان داونز، لانه في روح مختلفه كمان، انه في مش هقول طار باهت في النتيجه طار. بس لا اللعيبه عايزه مش هيسمحوا لده تاني، مش ده وبس، ان لازم اتاهل، فضلا عن انه ريني فايلر دخل في تحدي مختلف، والراجل ده بيعرف يتاقلم مع الاوضاع، عنده مرونه تكتيكيه، حتى في مباراه النهارده انا بقول لك لعب تجاري مش معنى كده وبس، هو لما لقى ان المصري ضغط علشان يجيب على الاقل هدف اداله الكوره والاستحواذ، لعب دفاعين ولعب على الهجمه المرتده وجاب هدفين صح، وده مش حلو مش وحش، مش الناس شايفه ان الاداء مش كويس. انا مش لازم اقول وهرجع النقطه دي. احمد مساء الفل. مساء الخير محمد، مساء الفل، معاك من اسكندريه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، برحب بيك وبضيف حضرتك. الله يخليك، انا اسف اتاخرت عليك شويه. لا ولا يهمك يا فندم. الله يخليك. انا بس عايز ابارك لنادي الزمالك، ابارك لمصر، مبروك للزمالك ولجماهيره، بتكسب الزمالك يكسب، مصر كلها بتكسب ان شاء الله. لقب افريقيا جديد بيضاف لينا ان شاء الله. نادي الزمالك النهارده روح عاليه جدا جدا جدا. انا اهلاوي على فكره، بس بجد بجد بفرح باي نادي مصر بياخد بطوله افريقيه. احييك واحييك. احنا معنويا افريقيا يعني المنتخب خلينا بصراحه مهمتنا شويه، فالانديه زي الاهلي والزمالك بتعوضنا ده. دي بس اول نقطه عايز اقولها لحضرتك. تاني حاجه بالنسبه للنادي الاهلي في افريقيا، ان شاء الله ان شاء الله. فايلر خد بالك حضرتك، الاهلي بيلعب 90 دقيقه، لاخر دقيقه الاهلي بيهدف. في لاعب زي يعني اجاي، انا شايف ان فايلر اكتر حد وظف اجاي صح. ده اللي انا شايفه يعني من وجهه نظري، ان جاي محرك الحته اللي قدام دي كانت يعني ازارو ضيعنا شويه، خلينا نتكلم بصراحه كابتن، ازارو ضيعنا، ازارو كان بيضيع فرص، ما ينفعش يبقى ده راس حربه النادي الاهلي.
يعني بس برضه عشان نعطي ازارو حقه، ازارو كان هداف دوري وكان برضه شايلك فتره طويله. بص بص يا كابتن، انا مع حضرتك في دي، انا مع حضرتك في دي، بس ظبط المستوى. بص راس الحربه، راس الحربه لاي فريق خصوصا زي النادي الاهلي او الزمالك لازم يبقى ليه مواصفات معينه. هداف الدوري في وقت كان مهاجمين فيه، ما انت شايف حضرتك رؤوس الحربه في مصر نحن نعاني، يعني عندنا صح. مصطفى محمد بس، خلينا نتكلم. لا بس مصطفى محمد يعني ما شاء الله عليه مهاجم سوبر. ايوه ده 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 والنهارده ملاحظه، انا اسف هقطع، بس هقطع ماكسن. مصطفى محمد النهارده فاجئني بحاجه جديده جدا، كان يعني الفتره اللي فاتت بيقولوا عليه هو هيدر كويس، بيجيب اهداف بالراس كويسه جدا، بيستغل اي فرصه بالراس. النهارده اربع كرات، يستلم الكوره ويلف بجسمه ويشوطها كويسه جدا، يعني هو لو مركز فيها سنه الاربع كور دول اجوان. وعلى فكره الهدف لا ده الكره اللي ضيعها، كان في كوره ضاعت كانت بدايتها شوطه من مصطفى محمد. يعني انا اسف قاطع كلام حضرتك، مصطفى محمد لاعب مهاجم قوي مهاري، بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يباصي، بيعرف يشوط، ده اللي جاي ان شاء الله. انا بتكلم عن النادي الاهلي يعني بخصوص الاستاذ اللي انا حضرتك، صعب الاهلي يكمل في افريقيا ولا ينعم عليه مع بايرن، ده اللي انا بتكلم فيه، ان راس حرب النادي الاهلي لاجاي يحرك الحته دي. باجي ان شاء الله هيقوم بالدور دوت، اتوقع باذن الله الاهلي ان شاء الله في افريقيا هيكمل ان شاء الله، بسبب حته كان ناقصنا اضاعه الفرص دي، صدقني يا فندم هي دي اللي فرقت مع النادي الاهلي مع فايلر. صح، وصلت وجهه نظرك يا استاذ محمد، وتحياتي ليك وتحيات الاهلي اسكندريه كلهم من اقرب الناس الى قلبي. معلش بقطع كل شويه للمداخلات. في ملحوظه بس جات لي في مكالمتين، ان الاهلي فعلا ال 90 دقيقه واقف على رجله. ده 100% واقف على رجله، واللي على الدكه بينزل يكمل. هيجي لي هنا سؤال هقوله لك، بس احنا ظلمنا مباراه الزمالك النهارده ما اتكلمناش فيها كتير. بالتاكيد هو في المجمل زي ما قلت لك لعب الزمالك بشكل تكتيكي ذكي، يفوزوا مباراه هي واحده بس بكاس. تركز 90 دقيقة واخد بطولة لما تجيب هدف في البداية وتقدر تحافظ تخلص الشوط الأول متفوق واحد لا شيء، وأنت في أول 100 ثانية جايب هدف، ده نجاح. حتى لو كنت مضغوط سيب الاستحواذ، بس لما يجي عند منطقة جزائك في شبكة افسد الهجمات. ده دور دفاعي رائع من المدير الفني باتريس كارتيرو، لأن معين شعباني المدير الفني للترجي مش سهل، فضلا عن العوامل السلبية اللي موجودة في اثنين من الأفارقة أو المحترفين اللي موجودين في الترجي كانوا غايبين تماما، يعتمد عليهم حتى اللي بيتابع الدوري أو البطولة التونسية، حال كوامي بن سوا اللاعب الغاني والليبي حمدو الهواني، الاثنين كانوا مش فايقين، وحتى تسديداتهم ما كانتش بالشكل الخطير. صح. على محمد أبو جبل كان عالي جدا، أوباما كان عالي النهاردة على غير العادة. صح. في مباراة كتير زيزو ونجم، هو حازم اللي كان عليه علامة استفهام شوية، دايما حازم في كظهير لا عليه علامات استفهام كبيره، ولما بيطير ما بيقدرش يرد بشكل سريع. صح. شويه الزمالك محتاج ظهيرين في الفتره اللي جايه بشكل او باخر، بس علشان نبقى ليه موجود عبد الله جمعه. عبد الله كويس، بس لازم يكون معاه حد زي محمد عبد الشافي. النهارده محمد عبد الشافي صنع الهدف الاول، لكن لازم يكون في لعيبه من كواليتي اعلى شويه واقعيا، علشان بس ما نقعدش نجامل لعيبه اسماء كبيره وخبرات وكل حاجه، لكن لازم يكون في لعيبه من كواليتي محترف شويه، عالي شويه بدنيا وفنيا، علشان يقدروا يسدوا مع الزمالك في بطولات كتير، لان الزمالك دلوقتي كل ما تجيب بطوله جمهورك عايز بطولات اكبر. انا بس عايز اقول نقطه عن اشرف بن شرقي، هو ده اللعيب المحترف اللي الزمالك كان عايزه بهذا الكيرف الفني. يعني اشرف بن شرقي بيلعب مع الزمالك كتير، بيأدي، جاب اهداف في افريقيا، لكن هي دي الماتشات اللي محتاج فيها اللاعبين الاجانب. حال الهدف الثالث اللي جه مثلا عن طريق فرجاني ساسي، مشى لعب فرجاني قل هذا الموسم بشكل كبير. صح. عامل الذهني بتاعه بدا يبقى بره الكوره شويه، لكن شفناه شغال، بدا يشتغل مع لاعبين الافارقه. بدا يبقى بره الكوره ولا بره التيم؟ لا بره التيم، بسبب انه بدا يفكر بره الكوره. فالامور كلها متشعبه، اللاعب لازم تركيز 100% بره الملعب، علشان لما تنزل في الملعب يبقى موجود، وده اللي حاصل مع السكواد كله بتاع النادي الاهلي، ولذلك تلاقي اللي ينزل يسد ويهد اي حد. صح. بس كده هو الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، وهيبقى افريقيا كده، لانه كسب الثقه وتحدي ريني فايلر في افريقيا اكبر بكتير. انا مش عايز انسى كمان ان المصري البورسعيدي بيمر بازمه صعبه جدا. صح. وان خسارته النهارده 0-3 تزعلنا، لان البورسعيديه محتاجين في عامل مئويه انه يجيبوا لقب، سواء في الكونفدراليه ماشيين كويس مع بيراميدز، اعتقد ان الاثنين ممكن لو شدوا شويه يجيبوا بطوله ما فيهاش فرق او اسماء كبيره تخض، باستثناء نهضه بركان اللي هيواجه المصري. دي مباراه صعبه، ازمه الجماهير، وان المصري عايز يلعب مباراتين في المغرب، لازم يبقى فيه وقفه ويلعب مباراته هنا المصري البورسعيدي في مصر وسط جمهوره. انت ضد ان هو يلعب المباراتين؟ لا طبعا، عندك توافق عليها ولا لسه؟
هم بيطالبوا بكده، بيقول لك عايزين كده بس عشان عدد الجماهير. انا شايف انه زي ما الاهلي يلعب بجمهوره، الزمالك يلعب بجمهوره، المصري يلعب بجمهوره، المصري يلعب بجمهوره وبعدد وفير من الجماهير ما يقلش عن 10,000، مش هقول 50,000 زي الاهلي والزمالك، ما يقلش عن 10,000 حتى لو كان في استاد الاسكندريه. ما تروحش تلعب في بركان او تروح تلعب في المغرب مباراتين ليه؟ انت ما عندكش ازمه في بلدك علشان صح. لا امنيه ولا اي حاجه. صح. الفرق من ليبيا بنستضيفها هنا تلعب ماتشين مش عارف ايه بتاع، الفرق اللي في بلادها صعب ان انت تروح. صح. لكن نهضة بركان برضو تعب الزمالك، وصيف الكونفدرالية الافريقية تعب الزمالك، فرقة تقيلة جدا. لا لازم يبقى في وقفة ويبقى كلنا مع النادي المصري علشان يحتفى او يعني يحتفى بهذا الفريق، والجمهور البورسعيدي لازم نقف جنبه. مشكلة الشيخ مكورو طبعا اللي جه من الهلال الأبيض السوداني، ووقف انه يبقى في قيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية القادمة بإذن الله مع نهاية الموسم، والشتوية كمان اللي هتبقى زي يناير القادم ان شاء الله يبقى في حل مع الاتحاد الدولي لكره القدم، لانه دي عقوبه قاسيه قوي على النادي المصري بورسعيدي. ده تقريبا وادي دجله كمان. لا المصري بورسعيدي في الفتره دي مع مستحقات الشيخ مكورو او مشكله الشيخ مكورو مع الهلال الابيض. يعني المصري الوحيد هو اللي ممنوع من القيد الانتقالات دي. ده القرار، ده القرار اللي موجود من الاتحاد الدولي. لكن وادي دجله ساب تاكيز جونياس اليوناني بعد ده النقل السلبيه جدا، مدرسه 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 عملها اياب جلال من قبليه هو، بس اتسوق له صح. على فكره انا كان بيعجبني المدرب ده جدا، بس ما ينفعش مع الكواليتي اللي معاه، وانا قلتها اكتر من مره، انا علقت له ماتشات كتير، هو مدرب كويس بس اتسوق له صح، لان ايهاب جلال عمل كده قبليه بثلاث سنين مع مصر المقاصه، وكان وصيف الدوري، شارك في دوري ابطال افريقيا، كان اقوى هجوم في الدوري على حساب النادي الاهلي، وان كان النادي الاهلي هو كان بطل الدوري منذ ثلاث مواسم، وكان عنده احمد شيخ كان معار من النادي الاهلي، كان هداف الدوري 17 هدف، قدر يعمل هذا الامر، بس ما تسوقلوش صح زي ما تسوق لتكيز جوناس، عشان في منظومه حوالين تكيز جوناس دفعاه حتى لو نتائجه سلبيه ان هو يستقر. طيب. وما استقرش خلاص. نرجع تاني لقطبي الكره المصريه محليا وافريقيا. من وجهه نظرك في افريقيا، هبداها من افريقيا، ما ينقص الزمالك وما ينقص الاهلي؟ شوف الروح اللي تلعب، بعد كده هرجع محليا. بالتاكيد الروح اللي تلعب بيها مباراه النهارده، مباراه افريقيا اللي جايه كلها نوك اوت او خروج مغلوب، هي مباراتين راح جاي ومباراه النهائي مباراه واحده، عندي فرصه كبيره، فرصه كبيره جدا، لانها مباراه تقدر تتعامل معاها زي ما الزمالك تعامل النهارده مع مباراه الترجي. الا اذا كان الطرف النهائي حد من بلد النهائي، ايا مكان مين تاكله، هي مباراه واحده تعرف تتعامل مع المباراه. انا اقصد ان مفيش مباراه ذهاب وعود، حتى لو فاهم بس هو تقريبا النهائي في المغرب صح؟ دوري ابطال تعويضا عن ما حدث يعني في نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت. لو النهائي جه فيه الوداد مثلا هيبقى المباراه صعبه، بس مباراه واحده تعرف تتعامل معها حتى لو انت على ارض ملعب الغريم. النادي الاهلي كسب الترجي وكسب صفاقسي وكسب دوري ابطال افريقيا صح. من تونس وكان خسران هنا، مش متعادل كمان. ما ينقص الاهلي يعني اللي ناقص الزمالك الروح اللي لعب بيها النهارده، يلعب بيها المباريات اللي جايه فقط، ويكسب بعدد وفير في مباراه الذهاب، لانه عنده ترجي هنا زي سان داونز، الاهلي هنا، فلازم يامن نفسه من هنا علشان يقدر ان هو يروح هناك. ما ينقص مرتاح. الاهلي نفس الكلام، فكره انه بس يبقى عنده ثقه انه هيتفوق على الفرق الافريقيين خارج الديار مش داخل الديار، هو بيعرف خارج الديار اتعادل وتعادل، خسر وتعادل وتعادل بالظبط، وده اللي كان شويه قلق الناس انه ريني فايلر ما عندوش الخبره في اعماق القاره الافريقيه. اعتقد انه مع المباريات اللي فاتت الدرس اللي حصل مع ريني فايلر، وزي ما اتكلم احد الزملاء في المداخلات يعني انه عنده كمان معدل لياقه بدنيه عالي جدا مع فريق عمل مميز، حراس المرمى مدرب حراس مرمى محترم جدا. الاهلي والزمالك معاهم حارسين صعب تجيب فيهم جون، مش سهل، متوسط. ابو جبل خد الفرصه واثبت نفسه، والشناوي كذلك. انت عشان تجيب جون في الشناوي او تجيب جون في ابو جبل دلوقتي، يعني انت لازم تخش بالكره جوه الجون، معدل لياقه ذهنيه وبدنيه عالي جدا الاثنين حقيقي، والاثنين حراس مصر الاوائل طبعا. ما فيش حاجه تنقص الاهلي تاني؟ اعتقد انه لا، بس عمليه المرونه التكتيكيه ودي موجوده عند ريني فايلر. عوده رمضان صبحي هتفرق طبعا 100%، بس الاهلي رمضان غايب غيره يسد، النهارده قفشه غايب، مركز 10 ما شفناش فيه اي معاناه، والاهلي قدر ان هو يتفوق ويسجل، وده الاهم، بيعرف يسجل كويس في الدوري. خلاص احنا قلنا المنافسه اصلا وهميه عشان بس نبقى واقعيين، المستوى الفني الاهلي في حته وبقيه الفرق في حته ثانيه، حتى وان كان بيراميدز بخروج الفرق اللاعبين المميزين عنه وعن مكان الموسم الماضي، الزمالك بعيد طبعا، المقاولون ما عندوش النفس الطويل ان هو ينافس، بس اتمنى ان هو يكمل فيما بين البيك فور. خسر اخر مباراه، اصبح دلوقتي عنده 4 خسائر يعني، اتمنى مع عماد النحاس حاله، اتمنى ان هو يكمل علشان يكون موجود او يعود للمشاركه الافريقيه فيما بين البيك فور في ترتيب جدول الدوري. الاتحاد السكندري نتمنى ان هو يكون موجود، هو دلوقتي بقى المركز الخامس بعد فوز بيراميدز في الجديد السنه دي في الدوري. عجبني جدا طالما اتكلمنا عن الدوري ان اكتر من فرقه دلوقتي شايفهم في الخمسه الاوائل،
حقيقي. يعني مش الاهلي الزمالك الاسماعيلي زي ما احنا معتادين دايما في السنين، لا ده دخل المقاولين. الاسماعيلي بقى له فتره بعيد شويه، كان بيراميدز بقى يخش. لا انا بتكلم على المعتاد في السنين، اسماء كلاسيكيه يعني. اهلي زمالك اسماعيلي. لا الاقي السنه دي الاتحاد، هتلاقي السنه دي المقاولين، هتلاقي المصري بعد شويه، هتلاقي في ثلاث اربع انديه بيخشوا، في منهم اللي بس اللي بيقع ما بيطلعش تاني. يعني اللي بيقع ولا فضل صامت شويه الاتحاد، وفضل صامت بعدين المقاولين، بس الزمالك بدا يقرب تاني للمركز الثاني. مقاولين مستقر مع مدن حسم الموسم الماضي، هو في المركز الثاني دلوقتي. نخش ما ينقص الاهلي والزمالك في الدوري المصري. الاهلي لا ينقصه شيء. الاهلي الاهلي بسم الله ما شاء الله. قلنا انا ما بعرف التجوال ينقصه داخل في ثلاث اهداف في 15 مباراه. لا هو انا قلتها، الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش. دايما انا بقول كده على ما بعلق مثلا ماتشات الاهلي، اقول كده الاهلي قوي علشان قوي ولا قوي عشان ضعف المنافسين؟ هو قوي وبيساعد المنافسين في الدوري المحلي، قوي وبيساعدوا المنافسين. طيب الزمالك قوي في الدوري ولا غير قوي؟ لا في المجمل اداء نادي الزمالك لا ما يرتقيش للمستوى اللي يبقى مريح جمهوره. طيب ما ينقص الزمالك في الدوري؟ النقاط السهله. انا مره قلت حاجه كده وانا بعلق، قلت ان الاهلي ماشي بمبدا حد ليه شوق في حاجه، والزمالك ماشي بمبدا حد محتاج حاجه كله زعل منه. بس ده فعلا ده كان واقع في وقت من الاوقات. نادي الزمالك كان بيدي هدايا لدرجه ان رئيس نادي الزمالك قال ان اللعيبه بدل ما يدفع فلوس لحد في الدوري السنه دي. جت فتره كان تقريبا الزمالك لعب 9 مباريات كان واخد 9 نقاط تقريبا او 10 مباريات كان واخد 10 نقاط تقريبا، كان واخد في كل مباراه نقطه تقريبا يعني معدل. لا هو كان بيفقد نقاط كتير، ما وصلش، هو فقد 10 نقاط حتى الان في مشواره بالمجمل يعني في 13 مباراه او 15 مباراه اللي لعبهم. هو ليه عدد مباراتين مؤجلتين حاله حال نادي الاهلي، بس في فرق طبعا بسم الله ما شاء الله 16 نقطه فرق بالموجب للنادي الاهلي. يعني لو حتى فازوا الاثنين في المباريات المرجأة او المؤجله ليهم من الدور الاول بعد ما استكملنا خلاص ال 17 اسبوع النصف الاول من الدوري وجدوله، يعني لا هيبقى في فرق 16 نقطه. الزمالك بعيد ان هو ياخد لقب الدوري، الاهلي زي ما قلت حسمه اكلينيكيا خلاص، بس عشان نبقى واقعيين الاهلي واخد الدوري للاستقواء بيه علشان يعد اللاعبين علشان يبقوا موجودين افريقيا بشكل اكثر تميزا يعني. لكن المنافسه طيب هل اخر سؤال بالنسبه للاهلي والزمالك علشان هخش في حته ثانيه في اخر وقت معايا، هل مكسب مباراه الزمالك النهارده هترجعه للروح تاني؟ وهل مكسب مباراه الزمالك النهارده هيبقى ليها عامل نفسي في مباراه الاهلي والزمالك في السوبر اللي جاي؟ حلو قوي، لانه المباراه دي مؤثره بشكل كبير. انا بتكلم على الاثنين، يعني مكسب الزمالك النهارده هياثر عليه هيرجعه تاني، وهل مكسب الزمالك النهارده هياثر على الاهلي، هياثر على 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 كتيم الاهلي ان الزمالك انا هلاعب فرقه في السوبر المصري لسه فايزه بالسوبر الافريقي؟ طيب انا قلت واقولها تاني انه مباراه النهارده الفوز على الترجي دي ملوش علاقه بمباراه الذهاب والعوده في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. شكل تاني وتكتيك تاني مختلف وفقا للظروف اللي هتحيط بالمباراه، لانه لازم هنا نجيب عدد اهداف اكتر. ما يسمحش، ما ينفعش ان الزمالك يستقبل هدف زي ما استقبله في الدوحه. السوبر للاهلي تمام، انا بتكلم بشكل عام على افريقيا لنادي الزمالك. لا انا عايز اقول بقول ايه، بقول مباراه السوبر النهارده فوز بقى الزمالك فاز بيها كويس قوي، هتاثر هل هتبقى عامله ايه مع الزمالك في ما هو المباراه اللي جايه للزمالك وللاهلي مباراه السوبر. السوبر السوبر صح بالزبط. المباراه اللي خلصت النهارده الزمالك فاز بالبطوله مباراه السوبر، هتاثر ذهنيا على الاهلي ان انا هلاعب فريق لسه فايز ببطوله سوبر، مش هلاعب الزمالك اللي هو في الدوري المصري. هاخدك لنقطه بقى، انا اتكلمت ليه عن موضوع الترجي، لانه الزمالك بعد الاهلي هيواجه الترجي مره ثانيه او مرتين، وقلت انه ايه ثقه. عارف بقى الفوز النهارده بالبطوله دي ممكن ياثر بالسلب مش بالثقه امام ماتش امام الزمالك امام النادي الاهلي في مباراه السوبر، لانهم بعد الفوز ببطوله وهتواجه فريق غير فريق نادي الترجي هتحس شويه، لانه بطولتين ورا بعض بذهن اللاعبين المصريين لا صعب وتقيل وتحسسك ما بعد الفوز ببطوله وفرحه الجماهير اللي كانت موجوده في الدوحه لا تشتت الذهن شويه كتير شويه حلوين، لان لعيبه الزمالك مش متعوده كمان على هذا الضغط، ومن ثم ليس تقليل منهم طبعا، ولكن انه اي لاعب بيفوز ببطوله لو مش متعود على البطولات وضغط البطولات وانه بيلعب نهائي ورا نهائي ورا نهائي، وشوف في ابو ظبي الدنيا هتبقى عامله ازاي من عدد جماهير اهلي او زمالك في ملعب متقفل تقريبا، بعد الفوز ببطوله هتحس انه في اشباع شويه، وده لازم يتعامل معاه الجهاز الفني ومسؤولين عن العمل السيكولوجي مع اللاعبين كلهم بشكل عالي قوي، بحيث ان هم ينسوهم اللي حصل النهارده علشان يبقى هذا الاسبوع كافي انه يرجعوا. طيب بشكل ده قوي بالنسبه للزمالك. بالنسبه للاهلي، الاهلي النهارده فايز على المصري بورسعيدي ثقه بس اكبر، بس فايز على المصري مش فايز ببطوله سوبر افريقي، ده ياثر عليه بالايجاب. عايز بطوله، عايز
عايز ياخد بطوله، مش هيرهبه شويه، مش لا خالص خالص. اللي يرهبه زي ما قلت لك نادي الزمالك، لانه فاز ببطوله فالعامل الذهني هيتاثر، انا فايز انا فرحان، حتى لو خسرت السوبر المصري انا جبت لهم بطوله ففرحت الجماهير. الاهلي لا، الاهلي جعان عايز انا الاداء الفني كويس بكسب نقاط وبتاع، بس ما فيش بطوله، فين انا عايز بقى بطوله، انت فاهم يعني؟ عايز حاجه كده تديني انه والله النتيجه اهي موجوده، لسه دوري ابطال افريقيا هنلعب ماتشات كتير، الدوري اه تقريبا خدناه بس لسه عايزين نشتغل كمان. بس لما تبقى قدامك ماتش واحد بطوله، هو ده بقى الايه، عايز التهم، عايز اخلص، بالذات لما يكون قدام نادي الزمالك، ودي فرصه كويسه قوي للنادي الاهلي. انا ممكن اسالك صعب سؤال صعب شويه، لو انت في عقل ريني فايلر او مدرب الزمالك، مين اللاعب اللي في الاهلي انت هتحطه وشايفه مش مظلوم، انا شايف مش شايف حد في الاهلي مظلوم او هتعتمد عليه، وشايف ريني فايلر ما بيعتمدش عليه، وفي الزمالك كذلك؟ بص، كل اللاعبين الموجودين، هو اليو باجي انا اتمنى ان هو يعتمد عليه بشكل اقوى، لانه مهاجم قوي جدا، ده لسه جاي يعني، مع الخبرات اعتقد انه ممكن يفاجئ بيه نادي الزمالك لو عايز يحطه في مباراه يعني زي يعني انت عايز تقول لي ان زي ما بتدي كهربا بالظبط اليو باجي، وهو على فكره جاهز اليو باجي. بس انت عمرك شفت النادي الاهلي من فترات بعيده قوي اللي بره زي اللي جوه مش زعلان، كله بيلعب، وليد سليمان قاعد على الدكه عارف ان هو هينزل هيأدي هيجيب جول؟ لا انا هسالك سؤال ثاني بقى، بس ما تجاوب لي على الزمالك الاول، الحته دي كويسه. لا الزمالك فيه لاعبين كتير، في الولد اللي هو كان بيلعب في النادي الاهلي اللي جه من النادي الاسماعيلي، بيلعب ايه اسمه، تحت راس الحربه برضه، بامبو، كريم بامبو. اتمنى ان هو يدي له فرصه، لان الولد ده محترم جدا فنيا، متاسس صح كرويا في النادي الاهلي، لعب مع الاسماعيلي، اثر بشكل مباشر في وجود الاسماعيلي بشكل مميز الموسم الماضي. اعتقد ان بامبو لو خد فرصه ممكن يفاجئ بيه فرق كتير قوي، ولما بينزل في المباراه بيأدي، يبقى بامبو. يبقى في الزمالك بامبو كتير، بس لانه اوباما واخد دوره بشكل انت شايفه ما بينزلش كتير فنيا، ولا ليه حسابات اخرى؟ هو شايف ان في استقرار فني في التشكيله، فخلاص مش عايز يغامر، وفي نفس الوقت في حسابات اخرى، لكن الولد علاقته كويسه بمجلس الاداره، ولو نزل هيأدي بشكل كويس وهيأثر بالايجاب على الاداء نص ملعب هجومي لنادي الزمالك. طيب انت وديتني الملحوظه لما كنا بنتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي، بتقول لي جميع اللعيبه جاهزه، وانت عمرك ما شفت الاهلي بالجاهزيه دي، ان كان في الاحتياطي او ان كان في الاساسي او ان كان اللي بره التشكيل كمان. لا في ملحوظه ثانيه، هل انت شفت الاهلي من فترات اللاعب المحترف بيجي، او اللاعب اللي لسه منقول من فرقه لفرقه بيجي الاهلي بيلعب، ولا كان الاول بيبقى في فتره تعايش صحيح وبياخد بيديله فرصه بسيطه؟ لكن دلوقتي بشوف يعني على سبيل المثال اليو باجي لعب مباراه كامله قدام بيراميدز، ادى، لعب في افريقيا اول ما جه لعب دقائق في مباريات في افريقيا، كهربا من ساعه ما جه لعب في افريقيا ولعب في الدوري المصري، واليو باجي نزل في مباريات ما لعبش مباريات كامله، بس لما بينزل بيأدي وبيتأقلم، بيخش في المنظومه، ودي بقى اللي كنا بنشوف في الانديه الاوروبيه. تشوف زلاتان ابراهيموفيتش راح الاي سي ميلان لعب ثاني يوم، لوكاكو دخل في الانتر خلاص، اي لاعب كبير بيروح من نادي حتى لو في دوري كبير بيكون بيتاقلم بشكل سريع. ده الموجود انه في حلقه متكامله، في جهاز فني بيعرف يدخل اللاعبين في التدريبات، مواعيد وتوقيتات التدريبات، والعامل السيكولوجي المؤثر ان انت تعرف تتاقلم مع اللاعبين، فبيدخلك في حلقه متكامله زي ما قلتها قبل كده. هو ترس بيكمل تروس شغال علشان منظومه تستمر في النجاح. طب ده فكر ريني فايلر، ولا المنظومه للنادي الاهلي بدات تغير الفكر؟ انا جايب لاعب محترف، انا هخسره اسبوع واسبوعين وثلاثه واربعه في التمرينات والتهيئه ليه، ينزل يلعب ويأدي. هل ده فكر منظومه في النادي الاهلي، ولا ريني فايلر هو اللي فكره كده؟ كلهم يكملوا بعض. هي منظومه في النادي الاهلي جابت واحد يعرف يمشي او يتماشى مع منظومه النادي الاهلي، فجابت واحد محترف بافكاره وبعقليه احترافيه، قدرت ان هو تدخله في الشكل الاحترافي العالي قوي ده بالشكل الصح. مش احنا محترفين، احنا كلامه بس، كلامه فعل وفي هدوء، في هدوء. طب برضه ما جاوبتنيش الاكتر مين، لان مثلا ما هي نفس المنظومه الاداريه اللي موجوده في النادي الاهلي هي اللي كانت مع المدرب السابق مع النادي الاهلي، وكانت بتيجي لعيبه ولسه وبتتهيأ وبتحطش في التشكيل بسرعه، لكن ريني فايلر انا لقيته بينفذ ده. هل هو كان السبب الرئيسي في تنفيذ ده؟ جاي لي لاعب محترف النهارده هيلعب بكره؟ لا، لانه اللاعب المحترف ده ممكن يكون بعشرات الدولارات، مئات الدولارات، الاف يعني، فلوس كتير قوي، طالما مش هيخدم الاداء التكتيكي مش هيلعب. لكن هو بيختار حد معين من لجنه كوره بتجيب اللاعب دوت، بيكون جاهز، فبيقدر ان هو يحطه في الحلقه فبينفع فبتمشي العمليه. هي بص حلقه متكامله، ما ينفعش اقول انه المدير الفني فرض اسلوبه او
مجلس الاداره شاف انه حد بيمشي الافكار بتاعته فهتمشي كده. هي لازم تكون حلقه متكامله بفكر احترافي برضه في هدوء، علشان ده ينفع ينفع، مش هينفع لا بره، حتى لو جاي بملايين الدولارات. اخر سؤال رخم برضه، اسئله رخمه النهارده. لا لا اسئله جميله طبعا. طيب عندي، هل ريني فايلر هو جه الاهلي؟ لان انا شايف دلوقتي ريني فايلر افضل مدرب موجود في الدوري المصري. الاهلي السنه دي غير الاهلي السنه اللي فاتت، بالرغم ان الاهلي في الانتقالات الصيفيه والانتقالات الشتويه ما كانتش كتير، هي الانتقالات الشتويه السنه اللي فاتت هي اللي كانت فيها تغييرات كتيره جدا. هل ريني فايلر جه قرا اللعيبه وعرف التكتيك ايه وبدا يشتغل عليه ورسم تكتيك معين او خطه معينه واداء يشتغل عليه، ولا هو اشتغل بنفس فكر اللي هو مدرب وادي دجله، انا عندي فكر معين بخطه معينه بطريقه معينه انا هحفظها لكم تشتغلوا عليها وشربها للعيبه وبدات اللعيبه تلعب؟ هو لا. من انهي فيهم؟ من الجزء الاولاني، فكره انه عنده لعيبه بيقرا الكواليتي بتاع كل لعيب، بيقدر ينفذ تكتيكي ولا لا؟ ايوه تكتيكي. ثواني ده تكتيكي انا بتاعي، يعني انا كريني فايلر عندي اثنين تكتيك او ثلاثه تكتيك هديهم للعيبه وهبدا احركهم، ولا اللعيبه دي ليها كواليتي هخترع لهم تكتيك؟ لا، لازم يكون هو عنده مرونه تكتيكيه ب10 تكتيك، مش بثلاثه تكتيك وباثنين تكتيك، ب10 تكتيك. اه بشوف الكواليتي بتاع اللعيبه ده طبعا، وابدا اختار من عندي تكتيك او اثنين يتماشى معاه. المدير الفني الذكي هو اللي يعرف ينجح بفريقه قدر قدراته وامكانيات لاعبيه، والا يبقى بره. بس انا بسال السؤال ده ليه؟ انت شيل دايما التغيير المعتاده اللي كانت معتاده الايام المباريات اللي فاتت النادي الاهلي، طلع قفشه نزل وليد سليمان والاثنين بيقوموا بنفس الدور وبنفس الاداء وبنفس الفكر وبنفس الموضوع. طلع مروان نزل كهرباء، طلع بس ده بيبقى اقل، فهو عايز ينشط الحته دي فبينزل واحد انشط. بس ده لعيب بفكر، يعني هل وليد سليمان دوره زي قفشه؟ انا بتكلم كلاعب، لاعب زي وليد سليمان من زمان بيلعب تحت راس الحربة او على الطرف، قفشه بيلعب تحت رؤوس الحربة او ممكن يبقى صريح شويه، فده عما سبق او المباريات السنين اللي قبل كده، ده اداء وده اداء مختلف شويه، لكن انا بطلع ده وبنزل ده والاثنين بيادوا نفس الاداء اللي مطلوب في الخطه. فده عشان كده بسال سؤالي، هو اللي عارف يغير اللعيبه؟ هو اللي عارف يغير اللعيبه للتكتيك بتاعه، ولا عارف يعمل تكتيك للعيبه؟ بص لازم يعمل تكتيك قدر قدرات امكانيات لاعبين، وفي نفس الوقت هو عنده كواليتي من اللاعبين عالي قوي. انت جالك السنه دي محمد مجدي قفشه من اعلى اللاعبين الموجودين في مركز 10 كصانع العاب، تمام، بيعوض عبد الله سعيد وقادر ان هو يعوض عبد الله سعيد. لما بينزل بوليد سليمان يقدر يخليه يلعب نفس دور محمد مجدي قفشه او يغير الادوار بالتكتيك كله على ارض الملعب، ويقدر اللعيبه اللي عندها تطويع لافكاره، مرونه تكتيكيه، هي عندها فنيات يقدر من خلالها ان هو يشكلها على لعيبكم 3-4-3-3 او 4-2-3-1، اللعيبه بتقدر تنفذ. فانت عندك كواليتي من اللاعبين يقدر ينفذ الافكار التكتيكيه اللي تتناسب مع كل مباراه، لانه في مباريات ما يقدرش ان هو يلعب ب 4-3-3 ويهاجم بهذا الشكل ويطير محمد هاني ويطير علي معلول مثلا. مباراه الهلال السوداني شال علي معلول بره، صح، ما حدش اتكلم، حط ايمن. ليه؟ لانه ايمن دفاعي اكتر، صح، وساب له حسين شحات، ساب له جونيور اجاي. وملحوظه في مباراه الهلال دي، هو لو كان لاعب علي معلول حتى وكان خلى علي معلول ما يعديش خط النص او يلتزم بالادوار الدفاعيه ما يهاجمش، هو عارف قدرات لعبه. ما انا عارف، لا ده كمان احنا كجماهير كنا هنقول علي معلول مش في حالته، ولكن احنا حافظين ان ايمن اشرف دايما في المناطق الدفاعيه، بالرغم ان هو بيلعب في مركز الظهير الايسر او بيلعب باك شمال، بس ما بيأديش دور هجومي. احنا راضيين ان هو ما بيعديش نص الملعب، لان احنا نفسيا او ذهنيا عارفين ان ايمن اشرف دفاع، لانه بيلعب سرد باك النهارده. علي معلول هو جايب ركله الجزاء، هو اللي جايب الهدف الاول، صح، هو اللي داخل منطقه الجزاء المصري، هو ما عملش الحركه المعتاده بتاعته في ضربه الجزاء كان نفسه يعملها، بس ما مش لازم عشان ما يبقاش مكروه، لازم برضو يبقى مش مكروه قوي، لكن لا طبعا فكره عادي. طبعا اللقاءات والله، وكنت سعيد جدا بيك النهارده محمد. كان في سؤال كنت عايز اساله لك، ما معنى المعلق الشامل؟ نختم بيه، وازاي قدرت توصل؟ هل انت قوانين الالعاب كلها عارفها، ولا العاب معينه اللي بتعلق عليها وحافظ القوانين بتاعتها والاساسيات بتاعتها؟ وهخليك تنهي بس بعد بسمع منك السؤال. طيب هو بس معلق، مفيش حد بيعرف كل حاجه في الدنيا، عشان بس ما بقاش كان في اساتذه كبار، رياض شراره استاذنا الكبير عادل شريف الله يرحمهما طبعا،
استاذ اكبر علاوه اكتر من رياضه، لكن انه اعدي هذا الحاجز لمثلا 10 رياضات وانا في لندن لما كنت بعلق في الاولمبيك جيمز مع اتحاد الدول العربيه، او في ريو دي جانيرو الاخيره، او لما كنت موجود في في في, في قطر لما كنت بشتغل في احدى القنوات يعني الشهيره. الفكره كلها في انه لا، انا مارست الرياضات دي من وانا صغير، مش بالشكل الاحترافي. طبعا مش كل الرياضات مارستها بشكل احترافي ومباريات، بس كنت بتمرن وبتدرب. كره الطايره الحمد لله واخد فيها مكانه كويسه، لانه عارف كويس قوي ادق التفاصيل. انا ال 24 ساعه بتوعي رياضه، بذاكر مع ناس من بره مصر عن طريق الانترنت. الطايره عارف ادق التفاصيل. الهاندبول طبعا، الهاندبول من احلى البطولات اللي علقتها واحتفلنا مع بعض، بطوله كاس العالم لما علقت عليها على تايم سبورتس هنا في برنامج المنتخب اللي كاس العالم لما كسبنا اللقب للناشئين في مقدونيا. اكيد التنس، انا بشوفك انت جراند سلام كله علقت لا، وانت متابع تنس قوي، متابع. وفي نفس الوقت انا ليا علاقات بروجر، نادال، جوكوفيتش، سيرينا ويليامز، قابلتهم شخصيا، علقت عليهم من الملعب، قابلتهم في لندن في اي مكان، كنا في الدوحه في اي مكان كانوا موجودين في بطولات، اتعرفت عليهم على المستوى الشخصي. ومش بس هم، الكوتشز المدربين بتوع الرياضه نفسك تعلق عليها؟ لا، انا تقريبا علقت على كل حاجه اعرف علقها. في رياضات انا بهتم بيها قوي، زي الدرجات الهوائيه، لاتور دي فرانس او طواف فرنسا للدرجات، الفورمولا 1، سباقات السيارات كلها ممتازه جدا، بس احب اتفرج وما احبش علق. الجمباز ما اعرفش احسب النص درجه بعيني في الهواء مع الطيران، فما اقدرش ان انا علق عليها، لازم اكون فني اعلى من اي فني موجود. يعني اللي بيسمعني يقول الراجل ده بيفهم، لما هو يكون مدرب يعني في كره الطايره، في الهاندبول، في العاب القوى، ودي من اصعب الرياضات، اكتر من 16 ايفنت سباق ومسابقه، مضمار وميدان سيدات ورجال، لازم تعرف كل اللعيب من ظهره بتاريخه. مباراه نفسك تعلق عليها؟ والله علقت حاجات كتير كويسه. مباراه نفسك تعلق عليها تي في ان كانت في مصر او بره؟ الكلاسيكو طبعا، كلاسيكو الارض، ريال مدريد برشلونه، اتمنى الاهلي والزمالك. اكيد ما حصلش نصيب، علقت الاهلي وعلقت الزمالك بشكل منفرد. اهلي وزمالك لا، ما حصلش نصيب. علقت ليفربول كتير، منهم ماتش بكره علقوا في الراديو، بس اتمنى على ماتش محمد صلاح يكون في نهائي دوري ابطال اوروبا اي مكان الغريم بقى باذن الله. طيب انا هختم، بس هسيبك انت تختم بالتعليق تاني. هتختم بتعليقك انت بس على هختم على إيه؟ انا فقرتي بعاش، عشان ما اتكلمتش عن عاش النهارده. وانا ما اصريت ان انا ما زعش عاش، عشان كنت عايز كل الوقت حديث معاك حمام، وكان النهارده مباراتين من اهمهم مباراه الزمالك والترجي للسوبر، فكنت عايز كل الوقت للمباريات. انا معانا هدف على عليه ولا لا؟ هتنهي الحلقه بالتعليق بس هقول هو تعليق، ما ينفعش اختم حلقة. ممكن اختم حلقه كموسيقى؟ لا لا، انا عايزها بالتعليق. بس هقول حاجه انا للجمهور الاول. اوكي، انا بس اللي كانوا متابعين النهارده عاش، انا ما زعتش النهارده فيديوهات عاش عشان الوقت، ان شاء الله هزعل الحلقه الجايه. اللي بيتابعني لاول مره النهارده، في هاشتاج اسمه عاش على الصفحه اللي هي موجوده على الشاشه دلوقتي، جو ميديا برودكشن. انت لو بتلعب اي رياضه، اي رياضه، جري، كمال اجسام، جمباز، تنس، اي رياضه حتى لو كره قدم، صور فيديو بالموبايل بتاعك بالرياضه اللي انت بتمارسها دي او بتلعبها دي، وابعته لي على الصفحه دي، هزعه لك الحلقه الجايه. والهدف من المبادره دي او من الهاشتاج عاش ده، ان اللي ما بيلعبش رياضه بقى يبدا معانا يلعب رياضه، اي رياضه، ابدا اجري، ابدا على عجله، ابدا روح ماتش كوره، لان الرياضه دي مفيده جدا وليك او لاي حاجه. ومعانا رقم الواتساب ده برده ممكن تبعت عليه الفيديوهات. فاللي ما بيمارسش اي رياضه او ما بيلعبش اي رياضه، دي نصيحة مننا، ابدأ، هتلاقي الموضوع اختلف معاك جدا، وصور لي أي رياضة أنت هتلعبها أو بتلعبها وابعتها لي على الصفحة أو على رقم الواتساب اللي موجود. هتلاقيها الحلقة الجاية يوم الجمعة الساعة 12 في فقرة عاش، بزيع كل الفيديوهات اللي بتتبعت لي، إن كان على الصفحة أو كان على الواتساب. نورتني كابتن محمد، كنت سعيد جدا. واسيبك تختم انت بالتعليق الصوتي. ختام بقى زي ما بختم المباريات، يعني نقول ختام اليوم بشكل كبير ورائع بالاحتفال والاحتفاء بلقب السوبر الافريقي لنادي الزمالك على حساب الترجي الرياضي التونسي. نتمنى دائما ان نكون حاضرين معكم بالاحتفال والاحتفاء بالانجازات للرياضه المصريه بشكل عام وللكره المصريه بشكل خاص. شكرا لكم، تحياتي محمد عفيفي، نلتقي باذن الله في حلقات مع الاستاذ محمد رمضان دائما على خير.